يفتح ملف أمير المؤمنين باختصار شديد في زواجه وفي بقائه. أمير المؤمنين يوم بتزوج ما عنده درع. درع الدرع باع في رواية 400 درهم، رواية 480، رواية 500 درهم، وجاب الفلوس للنبي. النبي قبض قبضة وعطاها أم أيمن، قال لها اشتري أغراض للبيت متاع. قبضة ثانية عطاها أسماء، قال لها اشتري عطر طيب، أي معاريس جيب لهم طيب. قبضة ثالثة عطاها أم سلمة، قال مع المعاريس يبون طعام سوي طعام. وبقى فلوس عطاها أبو ذر وأبو بكر وعمار، قال لهم اشتروا أثاثيات للبيت. شنو هالأثاث؟ من الأثاث إهاب كبش، جلد كبش ينام عليه أمير المؤمنين في الليل ويا الزهرة، والصبح يحطون عليه العلف للبهيمة الناضح يسمونه، يأكل عليها وينفضونها في الليل ويناموا عليها. وهذا منه، هذا المعصوم متزوج المعصومة، صح لولا؟ ما في بيت معصوم الزوج معصومة إلا علي وفاطمة. هاي النموذج الإسلامي. تعال لهم بعد ما تزوجوا، القرآن جاب قصة تعرفونها، ويطعمون الطعام على حب، 3 أيام يصومون، يجي وقت العشاء وقت الإفطار، يجيهم أول يوم يتيم، ثم ها مسكين ويتيم، آخر يوم جاء كافر، أشد يوم جوع الأخير، جاهم أسير كافر يعني أعطوه. الرواية تقول عطاه الكبير والصغير، حتى الحسن والحسين دفعوا خبزتهم. تعالوا أبو سعيد الخدري وإيش يقول عن الزهرة وعلي؟ يقول أصبح علي ذات يوم ساغبة جوعان، فقال يا فاطمة هل عندك شيء تطعميني؟ قالت والذي أكرم أبي بالنبوة وأكرمك بالوصية ما أصبح عندي شيء يطعمه بشر، وما كان من شيء أطعمك منذ يومين. ترى الموجود اللي تأكله من يومين هذا الشيء الوحيد اللي في البيت، لا أنا أكلت ولا أولادك، كنت أوثرك أنا والحسن والحسين، على نفسي وعلى الحسن والحسين. فتعجب أمير المؤمنين، أعلى الصبيين؟ حتى الجهال ما أكله وأنا أكلت اليومين، ليش ما أعلمتيني؟ شوف جوابها، يا أبا الحسن إني لأستحي من إلهي أن أكلفك ما لا تقدر. وفي رواية أن كان رسول الله نهاني أن أسألك شيئا، فقال لا تسألي بعلك ابن عمك شيئا، إن جاءك عفوا وإلا فلا تسألي. ما بأحرجك، ما بأكسر شخصيتك، ما عندك هاي الزهرة. احنا ما نقول شدي ما نقدر، لكن نقدر بدرجة اخف بالمقدار اللي ما نرهق الزوج.